يعطيكم الف عافيه ومثل ما قلنا في بدايه الحلقه اليوم راح يكونون ضيوفنا فنانات جميل جميلات لهم دخول جدا مميز من خلال اعمال هالسنه وجوه جديده في الدراما وهذا شيء يحفز الفنانات انهم يكونون دائما على قد هذه المسؤوليه يقدمون كل شيء مميز من خلال سواء كان في رمضان او حتى في المسرح او غيره من خلال المواسم الخاصه في الدراما الكويتيه اليوم راح يكونون ضيوفنا رانيا شهاب مساء الخير وحياك الله اهلا حبيبي اهلا فيك منورتنا اكيد ودانا حسين مساء الخير مساء النور حياك الله الله يحييك حبيبتي. حبيبتي بدر شونت تمام الحمد لله منورين اكيد اليوم في استراي وهذه الوجوه الجميله اللي في الدراما وما شاء الله بعد مطقمين كلهم لابسين راح اليوم راح متفقين رح 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 مع, رح رح مع بعض <applause> ظاهر لا والله صدفه انا بعدين شنو فينا؟ دشت صدمه دش كلنا نفس الشيء اكيد شو اخبار رمضان وجوار رمضان وياكم؟ بعد الاعمال اليوم اللي سويتوها وقدمتوها شلون شفتوا الصدى؟ انا كرهوني بصراحه بدور عطر الروح وبعدين كسرت خاطرهم اخر شيء بس دور وايد اثر مع الناس نعم. فوايد استانست بهالشيء حتى نعم. هم من دوري بروتين نعم, نعم. صحيح دانا. دانا في ناس وايد حبت دوري في ناس وايد بمسلسل عندي مسلسل محطة انتظار وخذيت من عمري وعطيت صحيح. محطة انتظار الناس قاعد تقول لي بدوري مع محمد دوسري ليش تعاملينه كذي حرام ليش نعم. تسوي فيه كذي كنت وايد شديدة معها. نعم. نعم. هدية شلون شفتي اصداء المسلسلات هالسنة؟ والله كل يوم اقعد من النوم على دعوة خايسة بالدايركت. <applause> <applause> الله لا يوفقك، فرقتي بين اخوك ورفيجتك، وعساك <applause> <applause> تلقينها بما ادري شنو، يو... زين ليش؟ <تصفيق> <تصفيق> صحيح. هديتي خذيتي جائزة أفضل ممثلة واعدة <applause> هالسنة، صحيح؟ هاد هاد نوع من الجوائز ممكن تعطيك مسؤولية كبيرة بشنو راح تقدمين في القادم. آه للأمانة <applause> كنت اتمنى من السنه اللي طافت بس لان كانت بدايتي وكنت مبلشه نعم. بشيء بسيط فانا اساسا ما راح اقدر اترشح حق جائزه نعم فشديت حيلي هالسنه والحمد لله خذيتها، فبالعكس راح تكون لي دافع عشان اكون نعم. كافضل ممثله سواء دور ثاني ولا اول ان شاء الله راني. رانيا طبعا انت عندك ما شاء الله عطر الروح وعندك روتين تعاملتي مع شخصيات فنانين من الزمن الجميل نتكلم في عطر الروح الان. اليوم الاستاذ هدى حسين نتكلم عن المحسن النمر نتكلم على مجموعه جدا مميزه وايضا روتين خالد امين والاستاذ الهام فضاله والمجموعه الموجوده كيف تاقلمتي معهم اليوم اجواء اللوكيشن شو يصير اكيد اليوم الشخصيات هذول تقعد تشوفينهم بالشاشه من قبل اليوم صاروا قدامك متعاونين مع بعض في عمل معين دورك وشلون تعاملتي معهم احنا كنا جروب احنا كنا عائله يعني لدرجه إن, ان لو احد مثلا مو موجود باللوكيشن اليوم نتضايق واخر يوم باللوكيشن مم. كلنا تضايقنا مم. يعني صرنا عائله خلص يعني مم. جروب يعني أستاذ مثلا عبد المحسوينك أستاذ هدى وكانت وايد أستاذ هدى معانا ما تخلي يعني اي احد فينا اقل من الثاني كلنا سواسيه دعم. فحبيت وايد الشغل معاها يعني وكان نعم. فخر لي انا اشتغل معاها نعم. وهذه مو اول مره انا أشتغل مع الاستاذ هدى نعم يعني ما شاء الله نشوف نسمع في حب وفي في ولا وفي اشتياق باللوكيشن يعني نسمع شيء ثاني يقول كلها مشاكل وحسد ونجره وهواش واحبك قدام الناس وخارج <applause> خارج التصوير ترى. في مشاكل ثانيه يعني نسمع <applause> هذا مو صحيح لا نهائيا نعم. لا الصراحه يعني ولا مره صادفنا مشاكل الحمد لله. باللوكيشن مال نعم. الاستاذ هدى نهائيا نعم. يعني هذه هذه لقطات من شخصيتك في العمل نروح أه. صحيح طيب دانا بتكلم على جانب اخر يعني يمكن انتي من الممثلات اللي يعني خريجه أحد العالي الفنون المسرحيه ايه صح آه لما تكون شخصيه دارسه للفن آه ودارسه للدراما كثر هذا الشيء ممكن هو يفيدك في في الأعمال الدرامية، هل بالضرورة محتاجة فعلاً إن أنتِ تدرسينها؟ ولا موهبة ممكن تكون كافية؟ هي لا، في ناس عندها موهبة، تقدر مثلاً بدون ما تدش المعهد يكون عندها موهبة، تقدر تمثل بأفضل نتيجة، يعني يعني مثلاً المعهد لما أنا دشيته تعلمت منه وايد أشياء، وايد وايد أشياء تعلمت. أه تعلمت الجرأة، تعلمت شلون أنا أقدر أواجه ملايين من الجمهور قدامي. أه تعلمت الصبر. هالاشياء هذه فادتني بالتلفزيون نفس نعم. الشيء نعم اه الجرأه ان انا ما اخاف من الكاميرا، الجرأه ان انا شلون اتعامل مع الكاميرا مم. اي وايد اشياء استفدت وشلون الكاميرا تحبينها وتحبك؟ اي هذه ايه من ضمن الشخصيات الخاف الرئيسية طبعا شيء مو سهل <applause> اكيد احنا بنشوف لقطات من خذيت عمري وعطيت اذا جاهزه معانا خير؟ أنتم الاثنين ايش جايبكم هني؟ جايين هني شوف الاغراض، شنو نبي؟ شنو ما نبي؟ خلاص بعد الموضوع حقنا خالد ما شاء الله كله يفكرون بشهر العسل البنات وين بيروحون حتى الاخو بدش بالحسبه بعد يقول ودوني والله أسباني عشان اسوي تال للريال. طيب هديه قلت لي قبل شويه اشتغلوا عليك بالخاصة ها وقابل الزون هالاكونتات او التعليقات اللي مثل ضيق الخلق شلون تعاملتي؟ وصلوا مرحله أنه انت ما تستحين على وجهك داش غرفه نوره بدون ما تدري م. يا جماعه والله والله مسلسل أي. يا جماعه تمثيل نسوي نسو انه تمثيل ها؟ والله نعم. وايد وايد الضايق انه ساعات يدعون من صدق يعني شيء ضايق إن ليش تدعون؟ مم. أوكي وهذه... استأنس إنك رهوني نعم. للأمانة يعني هذا معناته إن أنا وصلت صورة نعم. نعم. صحيح؟ بس مو لدرجة دعاوي يعني شيء ضايق في ممكن يتأثرون فعلًا من الشخصيات وين كان وين كان في مثلا حولهم في شخصيات متواجدة مم. معهم في بيتهم تكون قريبة من هذه الشخصية وهذه الصفات فأكيد ممكن إنهم يتأثرون فيها. آه، نشوف مشاهد لك آه في لا. اوكي مو الحين يلا لا. بعد شوي عيال انت شاركتي ما بين المسلسلات الرمضانيه والبرامج شنو الفرق اللي كان ما بينهم السهوله أول والصعوبه سالفه البرامج كانت هذه وايد مجازفه كنت اقول لهم انا ما انفع خصوصا <applause> ان كوميدي <applause> انا ما اشوف نفسي بهالشيء جربي 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 طبعا استاذ عبد الله لويس نعم اوجه له تحيه هو اللي كان وايد واثق ان انا راح اسوي شيء <applause> فعلا انا رحت على عماي ما ادري يعني ما ادري انه يبيني مثلا اسوي هالكاركتر نعم قال لي بس تعالي شخصيه مارلين م. رحت كان يعني يقول لي يلا تحكي مكسر قلت له ما اعرف يعني مو مجهزه حق الشخصيه ايش رايك تشوف لقطات من هذه الشخصيه <تصفيق> 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 يلا <تصفيق> نشوف صراحه انا ما قاعد اجل يعني عبط او عبث او قاعد اخلط الاوراق لا لا انا مستعد مش... ش... شلون مسكتي نفسك مع احمد العونان <applause> ما اقدر. ترى على فكرة أنا مشتغلة وياه من قبل أه بعمل راح ينعرض إن شاء الله ورا رمضان. نعم. أه حبيبي حياتي، مم. ومشهد بيني وبينه، مم. المشهد أنا أبكي وهو يي إنه عادي مع حسن البلام. عندنا المشهد وايد، كل شوي ضحكنا زين مو كل شوي ببكي، قلت له توبه أشتغل وياك، وانقطيت وياه بهالحلقة. نعم. <applause> وايد يعني. أكيد. صحيح، أكيد. في ممثلين صعبة إن أنتِ تتحكمين في ردة فعلش، لأن تدرين هو إيش كثر عفويين ممكن تكون عندهم هذه القطات اللي ما تتحكمين أنتِ فعلاً. في الشخصية اللي انت متقمصتها، آه رانيا هل عندك القدرة على التقليد في يوم شاركتي في مسلسل او برنامج كان يعني فكرته تقليد شخصيات؟ شوفي انا بالكوميدي وايد وايد شاطرة بالكوميدي لان انا مثلت مع عبدالله السدحان مسلسل سعودي زين هالحكي تقريبا من اربع سنين، مسلسل كوميدي، لدرجة في ناس تقول لي ليش ما تمثلين كوميدي؟ <applause> آه في مشهد آه كان مع عطر الروح آه انا قاعد امثل يعني في ناس تقول لي انت دراما كوميدي ما شلون تتقمصين تدرون انا بالمشاهد انا ابكي بكي صدق يعني في مشهد مع عطر الروح انا ما حاطه ولا نقطه مكياج <تصفيق> نهائيا <تصفيق> وكانت هم من جراءه مني فانا احب الجراءه بالتمثيل احب الكوميدي فاحب الدراما احب كل شيء يعني يقولون في تحدي متحدينها متحدي على فكره تحدي ليش لان عيدوا المشهد مال لا لا شفتك كان واضح عرفت اي <applause> <عرفتش كان عارب. تصفيق> انا ما كنت احط مكياج نهائيا لعم، لعم. فقال لي ان تقدرين ان تشيلين مكياج على الهواء قلت له زين انت شفتوني بالمشهد مو حاطه انا مكياج واحده ليش تخرب مكياجي يقول لي لا اتحدى انا ما عندي مشكله م -م. والله نهائيا لا اليوم مشكلة. حتى في فنانات كثير ترى يطلعون من غير مكياج وهذا دائما في بعض المخرجين اليوم يمكن كان معنا منير الزعيم وتكلم عن هذا الموضوع م -م. قدرة الفنانة أن توصل الصورة اليوم لما يقول لها مسح المكياج لازم تمسح المكياج عشان اليوم صح. توصل الصورة مم. واضحة للناس الناس تقتنع في هذا الدور فهذا صح. أمر طبيعي أن تطلع الممثلة اللي قادرة أو واثقة من قدراتها تقدر تطلع بمكياج ومن مكياج دانا ودي أسألك موضوع خذيت من عمري عطيت إيه نعم خدت اليوم المساحة الكافية بالدور حسيت أنك مرتاحة اي نعم نعم اي خذيت المساحة الكافية أنا راضية عن دوري اي نعم زين والطموح القادم شنو فيه؟ ان شاء الله لي قدام الحين ان شاء الله خير لي دم <applause> وايضا عندك إن بحث انتظار اي نعم محطه نعم. انتظار هذا عمل <applause> هم بعد ما هو سهل اليوم في نجوم يعني تكلم على استاذ محمد المنصور تكلم على احلام محمد تكلم أي نعم. على باسمه حماده تكلم على جيل من الشباب اليوم صابرين برشيد زميلتنا هم كانت معاكم في هذا العمل شيء مع علي يعني أي؟ مجموعه عشان تعرفين اني صح. متابع العمل أي؟ <applause> <ها>؟ متابع عدل <applause> اصداء هذا العمل والتعامل اليوم مع الفنانين الكبار اي اي أه بالعكس الفنانين اللي معنا استاذ محمد المنصور اوجه له الف تحيه استاذ يحسسنا انه هو ابو باللوكيشن <applause> آه يقعد يسولف معانا آه ما يحسسنا انه هو انسان مثلا غريب علينا او بالعكس دائما يقعد معانا يسولف آه انا بس بلوكيشن ما يعني الأمانة آه استاذه استاذه احلام حسن <سؤال> اي نعم أستاذ احلام آه استاذه احلام حسن آه ما ما قابلتها ولا مره باللوكيشن استاذ محمد المنصور <سؤال> اول الوحيد اللي شفته ميشن <applause> اي اي نعم لا. هو اللي دائما اشوفه لكن اي صحيح لا. يمكن فيه في في ممثلين شباب في بدايتهم دائما ما يكونون حريصين على انهم يكونون متواجدين في مسلسل يكونوا في نخبه من النجوم علشان يقدرون <applause> مو بس انهم يتعلمون منهم اكيد انه هو يضيف للسي في الخاص فيهم رانيا في مشاهد مجهزينها لك نبي نشوفها وانت حولها لا بس كم سنه صار تشتغل يعني سنه مرتاحه دوام تعودت الزوجة نعم شو يتزعل الله الزوجه <applause> المشهد هذا ما انساه في حياتي ليش <applause> 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 لا لانه كان وايد صعب أه انا كنت كنت مع استاذ خالد واقفه كان يقول لي شو متوتره قلت له ما فيني شيء ضايقني لدرجه ان انا لو تشوفون إن تلاحظون وجهي انا كذي يعني تحدي انا راح اسوي المشهد انا راح اسوي المشهد كان <applause> اقول له لا تتوتر لا لا انت متوتره قاعد وترني قاعد يضغط علي <applause> قاعد طالع كذي اقول له اوكي شكل ما راح تعرفين تسوينه <applause> <applause> كذي قلت لا ماشي اوكي فانا وقفت انا وهو عيوني بعيونه ما نزلت ما رمشت فانا اوه تحدي فتلاحظ المشهد انا وايد يافسه يعني كذي بكلامي وقعدت سويت المشهد وايد استانست فيه حتى عقب ما خلصت كان يقول لي نعم. ها ايش رايك؟ نعم. قلت له حبيت قال لي اوكي اليوم ودي اسال سؤال جماعي لكم كلكم يمكن شويه هديه جاوبت على هذا السؤال وصلخوها صلخ في موضوع الكومنت والامور هذه كانتقادات أنتوا اليوم كونكم تحت الاضواء طبيعي يكون في انتقادات مم. ناس معاكم ناس ضدكم، شلون تعاملتوا مع هذا الشيء؟ وهل الامر اليوم وصل بالانتقاد أن الناس قامت تسب أنها تقذف ولا ايش قاعد تقول؟ او ايش قاعد تسوي راني شنو عندها تسوي؟ مم. او والله اليوم دانا شنو عندها ممكن تقدم لي؟ وصل هذا الامر شفتوه اليوم بالتعليقات ولا كله ايجابي؟ انا للحين ما وصل هالمرحله رانيا شنو تقدم ما تقدم بس مم. انا وصل لي كومنتات على المسلسل مم. يعني في في اول حلقه بعت الروح انا كنت وايد شريره يعني مم. انا مع مع الفنان عبد الله طليحي انا اللي امشي مم. يعني هو سكان مرتاح سكان مرتاح اي بالضبط مم. فشنو آه وايد قالوا لي انت حاصل لك استاذه هدى حسين انت ايش انت ليش شايفه نفسك انت ترى هو احلى منك انت ماشيين انا ادش ارد اقول لهم انزين يعني ليش تكرهوني؟ لا انا كذي يعني وايد حساسه، فارد عليهم لدرجه يقولوا لي احنا كرهناك عشان انت اديتي الدور صح؟ فحبيت لا يعني الحمد لله. هذه الشطاره في الممثل نفسه انه هو يكون فعلا متقمص كل زوايا الشخصيه علشان تقدر توصل للجمهور. دانا يعني ايش كثر مهم فعلا ان انت تتقمصينها وتدرسين الشخصيه علشان تطلع في الصوره اللي انت تبينها. أه لازم اتخمص الشخصيه لازم اعرف الشخصيه شنو عشان امثلها <متحدث> أه الشخصيه هذا اللي امثلها لازم انتبه انه لازم توصل بصوره صح قدام الناس <متحدث> يعني ناس ما قلت لكم محطه انتظار <متحدث> وايد ناس يعني الكومنتات ليش كذي تسوين؟ ليش كذي <متحدث> تتعاملين مع الصبي؟ انت <متحدث> شايفه نفسك؟ <متحدث> على شان <الشي متحدث> شايفه نفسك؟ <متحدث> انا حقت عليك إيه، بعد كان حلو في النهاية يعني انا اشوف هذه وجهات نظر، كل واحد وكيفه يعني أكيد. كل واحد له وجهة نظر، انا ما ازعل من هالكومنتات لان أكيد. كل واحد يشوفه بالصورة اللي يبيها. والله ساعات الواحد عشان يريح نفسه ما يقرا، خلي الناس تسولف وتقول على توصل لك <applause> اكيد راح توصل لك بس ما راح توصل لك الكم اللي انت ممكن تقراه 300، 400، ألف كومنت. صح دريتي هدية عندها عملين خشتهم بعد رمضان اي حبيبي حياتي وعمود البيت مع البلاء <applause> لا وبعد مو مع سامي هينا مو مع سامي هينه, يعني. أي أي مع سامي هينة. يوم اليوم ساعه سولفت عن يعني شويه حبيبي حياتي ولكن اليوم تعامل مع مخرج في قامه غافل فاضل الوضع راح يكون صعب مستحيل. جدا مستحيل. يعني مدرسه نعم اسلوب تعامل حنيه لا. شنو تبي نعم شيء شيء يعطيك عادي ما عنده اي مشكله وقته كله لك فصدق صدق اكثر عمل استمتعت فيه وضايق خلقي انه ما نعرض برمضان نعم فيه شيء وايد حلو اليوم تعاملتي مع مخرج من نوع اخر من مدرسه قديمه طبعا لها احمد المقلى اليوم اخرج لي كبار النجوم استاذ حياه الفهد تكلم على سعاد هدى حسين تكلم على استاذ سعاد عبد الله يعني مجموعه اليوم وانت اليوم تقفين تحت كاميرات الاستاذ غافل فاضل ترى هذا محظوظ اللي يكون أنا. تحت كاميرته طبعا يعني أنا قلت له شغلة واحدة، الحمد لله إني اشتغلت وياك بس. والحمد لله إنك رديت على حظي أخرجت. الحمد لله. الحمد صحيح، الحمد أكيد إذا بنتكلم الحين من جانب ثاني، يعني من خلال قبل شوي كنا قاعدين نسولف عن الأدوار و يعني رانيا ودانيا دانا بيننا ما بينكم، كانت كل واحدة متأثرة في دور الثانية. بتكلم عن الأدوار اللي شفتوها فعلاً موجودة هالسنة في الأعمال وكنتوا تتمنون لو أنتم تاخذون هذا الدور، شفتوها الفنانة في شيء مميز معك. ما قدمتها قبل هالمرة في رانيا؟ لا أنا صراحة لا ما يعني أنا حبيت دوري أنا خذيت لأن أشوف مو بينكم آه بشكل أي عام. بشكل عام يعني أنا هالسنة آه وايد مستانسة بالمساحة اللي أنا خذيتها آه لدرجة على فكرة أنا من زمان بالوسط الفني وعندي مسلسلين بعد يعني أنا مع هدية بحبيبة حياتي وعندي مسلسل روز باريس زين مع هي عبد السلام بعد آه بعد العيد إن شاء الله راح نعرضهم إن شاء الله آه هالسنة أنا وايد مستانسة وايد خذيت المساحه اللي انا ابيها والناس يعني ان الناس عرفت ان في فنانه اسمها رانيا شاب طيب فنانه شفتيها وشفتيها متميزه وكنتي تتمنين الدور لو انت كنتي في انا ما اتكلم عن دورك الحين في دور انا وايد حبيته مال الفنانه هنادي الكندري بس منال دورها كان وايد جبار بس منال؟ أي هذا مسلسل سابق اي سابق وايد الأثر فيني انا لدرجه ان انا ح... كنت اتمنى ان امثل هالدور كنت اتمنى كنت اتمنى صدق مثل هالدور لسه حبيته يعني دانا انا عجبتني شخصيه روان المهدي في الخطايا العشر صحيح. عجبتني وايد تكوني قادره عليها قادره على النقد قادره على كل شيء فيها بما, بما اني ممثله اكيد بقدر لازم اذا انا ممثله بقدر امثل كل الادوار اذا انا ما اقدر امثل اي دور يجيني يعني انا ممثله هذا <applause> انا وجهه نظري كذي <applause> أه. عجبتني شخصيه روان المهدي بما انها قاعد ممثله كانت مبتدئه ابتدت صح قاعد تطلع تطلع يعني قاعد تطلع بصوره ما شاء الله عليها قاعد تجتهد فانا وايد وايد حبيت دورها في الخطايا العشر نعم حتى نتكلم بعد مع شو اسمك؟ هدية ضيعت <applause> من الالوان هدية انا ودي اتكلم حتى تكلمت على ادوار الجريئه ممكن ادوار دور روان المهدي ولكن انت هم قدمتي ترى دور مارلين مرو ترى دور يمكن انت عديتي ويمكن ما حد لاحظ يعني الناس لو كانت ملاحظه كان يمكن ما نمتي للحين. <applause> ما خفتي تقدمينها تقدمي هالشخصيه؟ آه، التمثيليه بلا جراه. نعم. مو قد الجراه لا تمثل. لا تمثل. بالضبط لان انت اول شيء قاعد تادي شخصيه مو شخصيتك. م -م. يعني هذه مو هديه هذه شخصيه مارلين. آه، غير كذي هذا مطلوب منك يعني مو شيء صدقي ف بس يكون فيها لازم شوي ذكاء ان تستغفل, تستغفل <applause> ال... ال... إيه؟ انه لا يلاحظون مو استغفال <applause> كثر ما انه عشان لا يلاحظون. نعم. صحيح طبعا اكيد وفي النهايه كله يعود على المخرج ممكن هو يطلع الصوره بشكل جدا جميل صح. شو راح يكون جديدكم في المسرح رانيا لا انا ما عندي مسرح ما الحمد لله لا, لا. آه الحمد لله سنة. بعد لا انا شوفي اقول لك على شيء مقطع كلامكم انا كنت بمصر على فكره جازة الشهر كامل لان خلصت الاربع مسلسلات وسافرت جيت رديت من يومين بس عشان التكريم وعشان مقابله المفروض أنا باكر برد مرة ثانية مصر عشان أكمل إجازتي. يعني عرفت آه أه. أه. حلوة الإجازة حلوة الإجازة مع الأهل طبعاً أكيد آه. آه. <applause> إيه. دانا هالسنة شوي ظروفي ما سمحت لي إن أنا أدش مسرح فاعتذرت آه. <applause> هدية ما عندك مسرح؟ <تصفيق> الوعود <تصفيق> <تصفيق> الوعود <تصفيق> الوعود اللي ما تم فكان المفروض وما صار. كان المفروض ما منو؟ لا من غير ذكر سامي لان <متحدث> خذيت لي زلغه محترمه فما راح اذكر سامي أنا. واحنا عندنا بسراي ما نبي على أساس الامور أيه تكون طيبه احنا اليوم سعدنا في لقاكم الامانه <applause> اليوم رانيا <applause> ودانيا دانة انت رانيا ودانا وهديه يعطيكم العافيه ان شاء الله موفقين والقادم ان شاء الله راح يكون اجمل واحلى بالذات ان شاء الله ان شاء الله عسى الله يوفقكم هذول شنو هذا تكريم جدا مميز اكيد ايه من مؤسسه انت كفر العالميه انت هناك وهذا انا بالنص دائما بالنص في وصابريني هارون الرشيد بالضبط طبعا عشان نوضح للناس اليوم هذه الجائزه او هذه جتنا اليوم من كفر العالميه اللي لنا هذه الدروع الجميله ولكن اليوم اللي سوى التكريم هذا كله مخرجنا الاستاذ رائد مال الله مجراح مجراح العافيه نسوي تكريم حق مذيعينا يعني شوفوا شلون المخرج يكرم مذيعينه ويونسهم والله احرجنا نقول ما قصرت ابو جراح ودائما هذه والهدايا تطلع منك جدا جميله وما قصرت واحنا ان شاء الله يكون لك ذراع وسند ودورك معانا وانت النوخذة وانت النوخذة لهذا العمل وما قصرت طول الفتره اللي طافت وبعد نبي هدايا ثانيه تكون بعد ساعه مثلا باقي يومين ها باقي واحنا نستاهل وفي شغله مهمه طرحنا يوم اخر حلقه بس لازم نشكر المعدين على مجهودهم براسه اخوي فالح العنزي رئيس فريق الاعداد والمعدين كلهم هالسنه سووا مجهود جبار في اسرائيل من خلال ضيوف وشغلهم جدا شيء مهم لا انا وضحت يا فالح قلت في الحلقه الاخيره لا حالتي الامور طيبه هم بعد مشكورين والجندي المجهول طبعا اللي قاعد يعمل وقاعد يقود هذه السفينه الاستاذ احمد الفضل زمان اللي يعني مو مدخر عنا شيء كل شيء نبي يقول ان شاء الله سب وتم ورايتها بيضة اكيد يعطيهم الف عافيه ويعطيهم العافيه كيد مؤسس اكيد مؤسسه كبر العالميه أكيد. ومكانهم اعتقد في مجمع الرحاب يعطيهم العافيه وشكرا لبجراح على هذه الدروع الجدا مميزة راح نلتقيكم إن شاء الله باتشر على نفس الموعد يعطيها العافية كده مصممة باي ليلى وميك أب مشاعل ونشوفكم إن شاء الله على خير باتشر